في ناس بتربي عندها داخل البيت بتاعه، داخل المزرعة بتاعته، داخل الفيلا بتاعته، حيوان ما ينفعش يتربى داخل البيت. يعني مثلا ما تقنعنيش ان ينفع انه حد مثلا يربي نمر، ولا يربي اسد، ولا يربي مش عارف تمساح، ولا يربي مش عارف افعى الاناكوندا. يعني مش منطقي الكلام ده، يعني مش منطقي خالص وغريب. الاغرب من ذلك انه اصبح في ناس بتتباهى بده. يعني تلاقي مثلا ايه، واحد مش بكلمك على مشاهير والله العظيم، تلاقي مثلا واحد حاطط صورته على فيسبوك ولا مش عارف ايه وهو قاعد بيأكل الاسد مش عارف ايه في بقه. ايه؟ ما ينفعش بالمناسبه، وما ينفعش في اي حته في الدنيا، مش بس عندنا. يعني مش مثلا احنا بنخترع شيء نقول ما ينفعش. طيب اللي زاد وغطى انه اصبح في نوعيات من الحيوانات اللي كنا بنقول عليها زمان الحيوانات الاليفه زي الكلاب على سبيل المثال، اصبح في منها فصائل هجينه جديده مستحدثه. الفصائل دي شديده الشراسه، وعارفين كان في قضيه كبيره كده حاصله من كام اسبوع. طيب فبعض الدول ومنها الولايات المتحده الامريكيه هذه الفصائل ممنوع اقتنائها بأي حال من الأحوال داخل البيوت، ممنوع في ولايات كتير من ضمن الولايات المتحدة الأمريكية. وانتوا عارفين اتحاد فيدرالي، وبالتالي كل ولاية بقى لها قوانينها الخاصة، بس هي أغلب الولايات في أمريكا ممنوع الفصائل الهجينة شديدة الشراسة دي من الكلاب، ممنوع. أصل ده بغرض الحراسة، ممنوع. بغرض الصيد، ممنوع. حلو. طيب عندنا هنا في مصر زي ما بقول لك في جزء منها كان مباهاة، في جزء منها الناس بتربي هذه الحيوانات، ويمكن تحديدا في الكلاب الشرسة قوي جدا خالص دي بيربوها مش في دماغه، يعني مش بسوء نية مش بتاع، وما فيش حاجة بتقول ممنوع. فأوكي تيجي لجنة الزراعة بمجلس النواب وتوافق والحمد لله على موضوع أو على مواد إصدار، أو يعني يتم إصدار مجموعة من المواد خاصة بمشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة. وده موضوع يمس كل البيوت، لأن الناس بقى بص عشان تبقى عارف، في ناس بتربي فوق السطح، اصل تقول لي ده في الكومباوند، لا مش في الكومباوند بس، ده فوق السطح وفي جراج العماره وفي بلكونه الشقه في كل حته. خليني اخد معانا على التليفون سياده النائب ابراهيم الديب عضو لجنه الزراعه والري والامن الغذائي والثروه الحيوانيه بمجلس النواب. ازي حضرتك يا سياده النائب ورمضان كريم. رمضان كريم علينا وعليكم ويوسف بيه طبعا، اهلا بسيادتك. الله يخليك يا فندم، اهلا بحضرتك. عايزين نفهم اكتر على طبيعه المواد الجديده واللي موجوده في هذا المشروع والمتعلقه بتنظيم حيازه الحيوانات الخطره. اول سؤال هساله توصيف وتصنيف المواد لكلمه حيوان خطر. طبعا احنا في البدايه طبعا حريصين على حقوق الإنسان في نفس الوقت وحقوق الحيوان، لكن طبعا الحيوانات الخطرة القانون رفضها تماما، يعني رفضها تماما وما استثناش منها إلا الجامعات والمراكز البحث، هي اللي مسموح ليها بحيازتها أو إكسارها، وده طبعا تحت يعني عناية شديدة جدا 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 وبشروط. وزي ما حضرتك عارف طبعا احنا بصدد ده مشروع قانون ولسه احنا خلصناه في اللجنه وهينزل طبعا الجلسه العامه باذن الله. طيب ايه هي الحيوانات الخطره؟ الحيوانات الخطره بالفعل عشان ما نسيبش لي يعني البراح لاي حد يحكم من تلقاء نفسه. أيوة. احنا بالفعل اللجنه واتفقنا مع الحكومه، طلبنا من هيئه العامه للخدمات البيطريه ان هم يعني يدونا الجداول الموضحه تفصيليه بأبرز الحيوانات الخطرة. والحيوان زي ما حضرتك عارف يعني الكلاب، أصل الكلب لو اتكلمنا عن الكلب تحديدا، الكلب أصله حيوان أليف، لكن ممكن تحصل ممارسات ضده بشكل أو بآخر تخليه حيوان خطر. التهجين برضو ده مسار من أهم المسارات اللي احنا تطرقنا إليها في القانون، فاحنا طلبنا بشكل مبدئي جداول توضيحية توضح كل الحيوانات الخطرة، لأن طبعا كلمة حيوان خطر ممكن الحيوان يبقى خطر في بعض الأوقات أو في بعض الظروف ومش خطر في بعض الظروف الثانية، لكن في حيوانات يعني كلية وجزئية موضوع منتهي إن ده حيوان خطر، طبعا كمان مش هيسمح باستيراده أو بدخوله مصر مرة ثانية. يعني كل دي هيكون في ضوابط، وباب العقوبات يمكن تطرقنا فيه بعقوبات بدأنا فيها من القليل للأكثر على حسب الجريمة، بحيث برضو نجاحها في العقوبة ونخلي أي حد هيفكر أنه يحوز حيوان خطر
او حتي كلب من الانواع الخطيره اللي احنا بنسمع عنها يفكر 100 مره. ورفعنا كمان سن الحيازه من 16 سنه ل 18 سنه، واشترطنا كمان التدابير اللي هي الحبل اللي لازم للكلب والكمامه اللي بيبقى مكمم بيها الكلب وكل الامور دي. ويمكن كمان ما نسيناش الكلاب اللي احنا بنسميها كلاب ضاله او كلاب الشوارع اللي منتشره، اللي هو الكلب البلدي المصري، الكلاب الضاله اللي بلا مأوى في الشارع دي، يمكن حيوانات اليفه فمحتاجه برضو. فرضنا على الحكومه ان هي تدبر فيما بعد، هتقدم لنا خطه خمسيه خلال 5 سنين، واحنا كلجنه هندعمها في الاعتمادات الماليه اللازمه طبعا لتشييد مراكز ايواء، لان طبعا احنا كمصر موقعين على اتفاقات دوليه ودي مواثيق عالميه. ويمكن توجه القياده السياسيه وتوجيه القياده السياسيه دايما والجمهوريه الجديده ان احنا بنشتغل على كل المواضيع، يعني كل لجنه نوعيه زي ما حضرتك عارف طبعا في مجلس النواب معها حزمه قوانين بنشتغل عليها بالتوازي في نفس الوقت. ويمكن ان احنا في وقت يعني نشكر ربنا ونشكر بفضل القياده السياسيه ان احنا يعني زي ما بندور على حقوق الانسان، لا كمان ما تطرقنا لحقوق الحيوان واتكلمنا عن الناس اللي بتمارس ممارسات شنيعه ضد الكلاب، تحولها لكلاب اكثر شراسه دفتره، وفي عقوبات شديده ومشدده على هؤلاء دفتره. يعني كويس قوي انه يعني جزء من المشروع هي مساله توفير مراكز لايواء الحيوانات اللي تبقى موجوده في الشوارع، لانه البعض كان بيعتقد انه الحل هو قتلها، وده حاجه الحقيقه كارثيه، وده فكره يعني وعدم رحمه. يعني معاليك طبعا منعنا القتل تماما، واستنادا طبعا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قتلتم فاحسنوا القتل. لا احنا منعنا القتل تماما، ومنعنا كمان القرار اللي كان خاص باستيراد سم التريكنين اللي كانوا بيموتوا بيه، كل ده انتهى تماما، مش هنشوفه ان شاء الله. وده من المسارات المهمه للقانون، يعني طبعا الكمال لا وحده، لكن احنا بنسعى دائما في لجنه الزراعه ان احنا نخرج بقانون يعني يكون مواكب للعصر ومواكب بيحل المشاكل، ولو في تعديلات بسيطة تغيرت مع الزمن نتداركها يعني إن شاء الله. طب متوقعين بإذن الله يا إبراهيم بيه أنه ينزل جلسة إمتى؟ والله إحنا عايز أقول لحضرتك النهاردة اللجنة برغم أن إحنا في أول أسبوع في رمضان لمدة 4 ساعات متواصلة، السيد معالي المستشار علاء بيه فؤاد موجود معانا في اللجنة، المستشار محمد عبد الجواد المستشار رئيس المجلس، وكل الجهاز التنفيذي ويمكن اغلب اعضاء اللجنه موجودين، بحيث ان القانون ده لازم يخرج للنور والجلسه عامه في اقرب وقت ممكن، يعني اتوقع خلال يمكن في رمضان قبل العيد كمان ان شاء الله نخرج بالقانون ده ويبقى فيه يعني قانون حقيقي نبدا ونتابع التطبيق. ويمكن احمد بيه السجيني طبعا رئيس لجنه الاداره المحليه طبعا قال نقطه مهمه جدا، ان احنا بعد كمان ما اللائحه التنفيذيه تصدر يعني لازم نتابع الاثر التشريعي للقانون، وان احنا نشوف يعني الكي بي ايز بتاعه ومعايير الاداء ايه اللي حصل وايه اللي تم، وهل في دعم مطلوب مننا كنواب في المجلس، هل في كده، لان القضيه قضيه قوميه ويمكن نستفيد بيها كمان، لان الكلب البلدي المصري ثروه قوميه صحيح ممكن نستفيد بيه، وهو حيوان اليف يعني يمكن ما بيتحولش لحيوان خطر الا بالممارسات السيئه، ويمكن الحمد لله بدات الحاجات دي تقل. فاحنا يهمنا طبعا ان احنا نقضي على هذه الظاهره، ومش عايز انسى طبعا دور من منصه حضرتك المجتمع المدني وجمعيات الرفق بالحيوان قايمين بدور كبير جدا خاصة في القاهرة الكبرى بكل أحيائها، وقايمين بدور كبير جدا يمكن بالجهود الذاتية منهم على نفقتهم الشخصية في التطعيم والتعقيم جنبا إلى جنب، يعني بيمثلوا نموذج حلو جدا للمشاركة المجتمعية جنب الحكومة المصرية، وده بروتوكول رسمي مع هيئة الخدمات البيطرية. فأنا من منصة حضرتك بوجه لهم الشكر، وده دي الروح اللي احنا عايزينها تبقى دايما في مصرنا الحبيبه في كل القطاعات مش في القطاع ده، لان حضرتك عارف طبعا شايف ان احنا القطاع العام مع القطاع الخاص مع الحكومه هي دي هيبقى في حل جنبا الى جنب دايما. صحيح والله، مساله حتى الكلاب المصري دي اللي احنا بنسميها الكلاب البلدي وكذلك القطط المصري والحاجات اللي هي موجوده للاسف بلا مأوى، دي مخلوقات ذكيه ذكاء ولطيفه جداً لطف جداً يا فندم.
فنقدر فعلا ان اولا بعد ما يعني يتوفر لها مراكز الايواء ويتم تطعيمها ومعالجتها اذا كانت مريضه ولا حاجه وما الى ذلك، انا كمان بعتقد انه عليها اقبال كبير لاجل الاقتناء جوه مصر وبره مصر. لقيت في بعض الاسر بقت بتتفخر انها بتربي عندها الكلب المصري اللي هو الكلب البلدي بتاعنا ده، وبيقولوا عنه هو كلب ذكي جدا، وفي بلاد بره بيقولوا احنا مستعدين نستورده ونربيه عندنا. وربنا قال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، حتى اما قال سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم مع قبش بالواو، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم. فربنا اللي قال، وكل الأديان السماوية يعني بتعامل الحيوان وحقوق الحيوان الرحمة والإنسان. يعني رحمة بينا، ويمكن يعني كل ما احنا رحمنا الحيوانات المحيطة بينا كان ربنا بيوسع علينا، لأن الحيوان ده مش في ايده حاجه. يمكن سبب الخطوره اللي بتبقى في الحيوان يمكن من ايد بعض الناس طبعا بالممارسات السيئه. البني ادم هو اللي بيعلمه الشراسه للاسف الشديد. للاسف. اشكرك جدا سياده النائب، كل الشكر ليك سياده النائب ابراهيم الديب عضو لجنه الزراعه والري والامن الغذائي والثروه الحيوانيه بمجلس النواب. والله العظيم البني ادم ده كائن خطير، علشان تبقى عارف، خطير، أخطر كائن موجود على سطح الكرة الأرض. طب قول لي اللي لوث الكوكب مين؟ البني آدم ولا المخلوقات التانية؟ بني آدم. اللي هجن الكلاب الشرسة دي بني آدم. اللي بيعذب حيوان ويقعد يشرس فيه بني آدم.